والله يعني توقعاتي للمباراة ويا منتخب عمان انه يمكن التعادل، ما اتصور حظوظ منتخبنا تكون نقدر نتمكن من الفوز على ضوء المستوى اللي قدمه المنتخب بمباراته مع منتخب الأردن بالبصرة. كان المستوى بصراحة يعني مو جيد، فأعتقد أنه المباراة راح تكون صعبة علينا، ومنتخب عمان منتخب متطور دائما، فاحتمال يعني لو تعادل وان شاء الله نفوز، احنا ما نقول خساره، ان شاء الله نفوز. اداء منتخبنا مو مال المنتخب، يعني يطلع لي شو اسمه ابراهيم بايش يقول اثر علينا الجمهور العراقي، زين الجمهور شنو هو المفروض ياثر على الاردن، لان هو يشجع ضد الاردن، يعني هو يشجع لك وانت ماثر عليك، هذا حكي مو منطقي. اللي ينقصنا على مود نكسب المباراه؟ اللي ينقصنا يعني هي خطط تدريبيه تكون صحيحه، والمدرب يعرف وين الاخطاء، ويجب ان يكون التبديل صحيح. والله احنا نتمنى هذا الشيء، ونتمنى للفريق العراقي بس كون ينزلون بخطه صحيحه مرتبه، وينزلون اللي كفو لهاي المباراه، لان مو مال واحد يضيعها، لا ضاعت يعني حرامات على الفريق العراقي، يعني هو مو كفريق عراقي، كشعب عراقي. ونتمنى له التوفيق احنا. اللي يحتاجه منتخبنا لكسب المباراة؟ والله ينزل مثلا زيدان إقبال، يوسف الأمين، مو مال وراء مثل ما يقول نهاية المباراة فرق 10 دقائق وتنزلهم، دول مهمين. ونتمنى يعني اللي يستحق ينزل ينزله. تصريحات لننطي قبل بداية المباراة، اللي أتمناه أنه ننتظر المباراة تخلص يلا نحكي بالمباراة، لأن أول شيء أنا أحس الحكي الزايد أو التصريح الزايد ضغط على اللاعب قبل لا ينزل المباراة، وهاي سببت لنا مشاكل هواية مباراة الأردن، وإحنا مع الأسف يعني بأراضينا وخسرنا، ومفروض إحنا نفوز. العفو تعادلنا، المفروض 100% إحنا نفوز، بس كل هذا بسبب الجمهور.